أمسية طيبة للجميع. مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. دائما موجة حر تجتاح تقريبا جل المناطق الشمالية على السواحل وكذلك المرتفعات الداخلية. مصلحة الأرصاد الجوية أصدرت تنبيه ساري المفعول إلى غاية يوم الثلاثاء عن درجات حرارة تفوق المعدل الشهري، تقارب 42 درجة على السواحل، أحيانا 48 درجة تحت الظل على المرتفعات الداخلية من الغرب نحو الشرق. خلال يوم الغد نسبة رطوبة عالية ستخص تقريبا جل السواحل، خاصة السواحل الوسطى والغربية. أجواء رعدية على المرتفعات والهضاب خلال الأمسية، احتمال لزخات مطرية خاصة على المرتفعات الداخلية الوسطى وكذلك الشرقية، هبوب رياح قوية على كمل الهضاب العليا الغربي وكذلك منطقة الأوراس، ستعمل على تطاير الرمال. كذلك أجواء رعدية سحب ركامية ستخص الجنوب الغربي، الصحراء الوسطى، مرفوقة برعود منعزلة، وآخر النهار ستخص شمال الصحراء ومنطقة الواحات، مع زوابع رملية ستنشط على كل هذه المناطق. درجات الحرارة خلال ليلة اليوم إن شاء الله، هناك تنبيه كذلك سائل المفعول عن درجة حرارة الدنيا التي ستفوق 36 درجة على المرتفعات، 32 درجة على السواحل، ننتظر 34 درجة على الصحراء الوسطى. أما خلال ظهيرة الغد بعد الزوال دائما درجات الحرارة تفوق المعدل الشهري تقريبا على كافة المناطق الشمالية، تقارب 42 درجة على السواحل، أحيانا 48 درجة على المرتفعات الداخلية، كذلك على الصحراء الوسطى وكذلك منطقة تندوف. لكن موجة حر تجتاح كذلك منطقة الواحات، درجات الحارة تحت الظل أحيانا تصل إلى 49 درجة. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى هادئ جميل، سباحة مسموحة على الواجهة الشرقية لكن قليل اضطراب على السواحل الوسطى والسواحل الغربية، رياح ضعيفة، درجة حرارة مياه البحر تقارب 24 درجة مئوية. خلال الأيام القليلة القادمة بداية من يوم الثلاثاء مرورا بيوم الأربعاء وإلى غاية يوم الخميس نفس الوضعية الجوية، طقس حار، موجة حار تجتاح تقريبا مناطقنا الشمالية على السواحل وكذلك المرتفعات، درجة الحرارة تصل لغاية 47 درجة على المرتفعات، 42 درجة على السواحل، بينما رعود منعزلة ستخص الهضاب والمرتفعات الداخلية كذلك شمال الصحراء. غروب الشمس ليوم الغد سيكون بحول الله في تمام 8:08. أشكركم على المتابعة